السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابنون؟ متابعين في الدنيا عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض غرزة البريد الخلفي. الغرزة دي سهلة جدا، طبعا احنا عملناها مع بعض قبل كده في غرزة البريد الامامي والبريد الخلفي في الفيديوهات تحت. دي بقى غرزة البريد الخلفي بس. دي الغرزة ديت لو حابة تعملي شنطة او بوك او اي حاجة بالغرزة دي، هي دي غرزة البريد الخلفي. فان شاء الله هننفذها مع بعض وهنبدا نعمل غرزه البريد الخلفي. يلا نبدا. اول حاجه طبعا معانا الخيط بتاعنا، انا هشتغلها بخيط شنطه عشان يكون كبير وواضح كويس لكم يعني. المهم معانا ابره رقم 5، وبعدين هنبدا نعمل عدد من السلاسل. نبدا نعمل عدد زي ما قلت لكم كل مره بنعمل غرزه السلسله. انا هعمل عقده البدايه وهبدا اعمل كده عقده البدايه. هبتدي بقى اعمل ايه عدد مناسب من السلاسل، هعمل زي 15 غرزه السلسله مثلا. او انت بقى عشان نشرح عليه الغرزه ديت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. معانا كده 15 غرزة سلسلة. هبتدي بقى نعمل ايه؟ هعمل اول حاجة سطر غرزة الحشو. معانا هنا كده الابرة اهي كده. بعد كده هنبتدي ناخد غرزة حشو اهي، نعمل اللي بعدها. انا زي ما قلت لكم عملت 15 غرزة سلسلة، وبعد كده هعمل ايه؟ سطر غرز حشو كده. بعد كده نبدا بقى نعمل الشغل بتاعنا، يعني غرزه البريد الخلفي. فالغرزه دي جميله جدا في الشنط. طبعا غرزة الحشو دي كنا شرحنا برضو قبل كده في الفيديوهات تحت، لو حابين تشوفوها موجودة في الفيديوهات. ده كده غرزة الحشو. يعني احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنعمل عدد مناسب كده من السلاسل علشان نشتغل عليه الغرزة. وبعد كده نعمل سطر غرزة حشو. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنبتدي بقى ناخد الشغل بتاعنا، الغرزة الأساسية بتاعتنا بعد النهاردة. آخر واحدة. أنا كده عملت أهو غرزة سطر غرزة حشو عشان نشتغل عليه الغرزة بتاعت النهاردة ان شاء الله. بعد كده هرتفع عمود، وبعد كده هدير الشغل وابتدي بقى اعمل ايه. دايرت الشغل انا كده، هشتغل في الغرزة الخلفية اللي هي دي امامية ودي خلفية. دي الخلفية اهي، الامامية اهي والخلفية اهي زي ما انتم شايفين. دي الغرزة الخلفية ودي الغرزة الأمامية. احنا هنبتدي نشتغل على السطر الخلفي دي كده. هنعمل غرزة البريد الخلفي. هنبتدي نشتغل. أول واحدة أنا دخلت في الغرزة دي كده أهي، اللي بعدها. غرزة سهلة جدا يعني، مش صعبة ولا حاجة. زي ما قلت لكم بندخل في غرزة البريد الخلفي. فالغرزة دي انا نفذتها في الخيط الكروشيه، النهاردة بنفذها في الخيط الشنطة المكرمية المصري اهو. Thank you.
بدأ معانا الشغل يسهر اهو، بس مش هيسهر بقوي لما لما نشتغل كمان سطرين ولا حاجة ويبتدي يسهر معانا الشغل. واحدة ده كده اول سطر غرزة بريد الخلفي. هبتدي بقى نرتفع عمود وبعد كده نعمل ايه الراوند اللي بعد كده. انا ارتفعت العمود اهو، بعد كده برضه هشتغل في الناحية الخلفية دي. هبدأ اخد اول واحدة دي كده اول واحدة، بعد كده نعمل الثانية اهي. كل ما هشتغل كل ما هتسهر معايا اكتر. هي هي اخر واحده اعمل غرزه، بعد كده هغير برضو الشغل. بعد كده عملت كام سطر دولت كده سطر سطور اهو، الغرزه بدات تبان معايا. هنرتفع كمان عمود نعمل الراوند اللي بعد كده. هنبتدي نعمل الغرزة، انا زي ما قلت لكم بنشتغل من الناحية الخلفية ديت اهي. دي كده من الناحية الخلفية، بدخل في الناحية الخلفية اخد غرزة واطلع اهي. واحدة الغرزة بدأت تبان اهي، غرزة البريد الخلفي دي بقى ممكن تنفذيها في ايه، في شنطة او بوك او اي حاجة انت حباها بالغرزة دي، بتبقى منظرها جميل جدا. ممكن تعملي منها كوفية او شال، تديكي منظر جميل جدا للكوفيه. انا بشتغل كده بالناحيه الخلفيه ده كده بدخل الابره في الناحيه الخلفيه.
زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى يكون الشرح واضح. بدخل في الناحية الخلفية زي ما انتوا شايفين كده. ده برج البريد الخلفي. كده خلصنا الرون اهو، بدأ يبان اهوت معايا. ده كده بيبقى منظره. وطبعا هوريكم كمان حاجة، هي دي كده كانت بداية شنطة خلصة، بس ان شاء الله لسه هكملها. دي كده غرزة البريد الخلفي، بتديك المنظر الشنطة تبقى زي دي كده اهي. طبعا من هنا كده بعمل سطرين عشان ايه يضم الشنطة شوية للسلسة زي ما انتوا شايفين كده. دي غرزة من غرز البريد الخلفي. دي شنطة طبعا بس ما خلصتش لسه، بس انا حبيت اوريكم الغرزة بتاعتها اللي هي دي اهي. فاتمنى ان الشرح يكون واضح ويعجبكم الفيديو. يا رب تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي.